تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وسوق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية يعني كما نلاحظ منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع حالة الترقب والتفاعل مع التنبؤات حول أسعار الفائدة كانت من الفيدرالي الأمريكي وأيضا المركزي الأوروبي هي التي تطغى على التعاملات في سوق العملات. كيف تصفين أداء العملات منذ بداية الأسبوع تحديدا مؤشر الدولار؟ صباح الخير. طبعا بالنسبة للدولار الأمريكي فهو واصل تراجعه خلال تداولات الأسبوع بعد يومين متتاليين من البيانات المخيبة للأمان، حيث أثبتت تلك البيانات انكماش القطاعات التصنيع والخدمي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بيانات أمس والتي أكدت على تراجع ثقة المستهلك، طبعا مع ارتفاعات التضخم واستقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثمانينات القرن الماضي، الأمر الذي تسبب في نوعا ما زيادة الضغوطات على الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح التي سيطرت عليه مقابل أغلب العملات، حيث رأينا أن مؤشر الدولار يعود من جديد المستويات 110، طبعا مع نوعا ما يعني دعم الأسواق ودعم المستثمرين أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تقليل وتيرة التشديد النقدي في الفترة المقبلة، وبالرغم من أن التوقعات أو أغلب التوقعات الآن لا تزال تدعم رفع الفائدة الأمريكية ب 75 نقطة أساس، ولكن التوقعات بالنسبة لاجتماع ديسمبر المقبل بدأت تتراجع من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وهو ما تسبب نوعا ما في دعم أغلب العملات مقابل الدولار، حيث وجدنا أن اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، أغلب تلك العملات بدأت تتعافى خلال تداولات الأسبوع مع البيانات المخيبة للأمال التي جاءت في الولايات المتحدة وتقليل توقعات تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة. نعم أماني، لاحظنا أيضا الارتفاع القوي للجنيه الاسترليني بعد يعني الاضطرابات السياسية التي جرت في بريطانيا وأيضا تدخلات بنك إنجلترا. هل تتوقعين استمرار ارتفاع الجنيه إلى مستويات جديدة؟ بالنسبة للجنيه الاسترليني فهو يعني شهد تعافيات ملحوظة منذ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة وتعيين ريشي سوناك في رئيسا أو استعداد الأسواق لي يعني تولي ريشي سوناك منصب رئيس جديد للوزراء البريطاني، الأمر الذي تسبب نوعا ما في تحسن شهية المخاطرة لدى الأسواق حيال يعني قدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع الوضع السلبي الذي يعاني منه بريطانيا. أيضا تدخلات بنك انجلترا التي ساهمت في نوعا ما ارتفاع الجنيه الاسترليني من مستويات التعادل او اقترابه من مستويات التعادل، حتى رايناها الان يستقر بالقرب من مستويات 1.15 مقابل الدولار الامريكي، وبالتالي الوضع السياسي الان ومع هدوء التوترات السياسيه ويعني تحسن شهيه المخاطره نوعا ما ساهم الامر في دعم الجنيه الاسترليني، ولكن ايضا علينا الوضع بعين الاعتبار ان الوضع الاقتصادي بالنسبة لبريطانيا لا يزال يدعم استمرار الضغوطات عليه في الفترة المقبلة، حتى وجدنا أن البيانات القطاعات الرئيسية سواء التصنيعي أو الخدم التي صدرت هذا الأسبوع أكدت على استمرار انكماش يعني تلك القطاعات واستمرار الضغوطات على بنك إنجلترا في الفترة المقبلة، خاصة طبعا مع نقص إمدادات الطاقة والتداعيات السلبية لفصل الشتاء على الاقتصاد البريطاني، بالإضافة طبعا إلى يعني التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي على الرغم من ارتفاعات الجنيه الاسترليني في الوقت الحالي نوعا ما مع استعداد رئيس وزراء بريطاني جديد لتولي منصبه، ولكن على المدى البعيد استمرار تلك الضغوطات واستمرار معاناة الاقتصاد البريطاني بسبب كل تلك العوامل الخارجية قد تتسبب في الضغط على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الفترة المقبلة. نعم أماني، حول اليوان الصيني إذا لاحظنا وصوله إلى أدنى مستوياته تقريبا منذ 15 عاما، نتحدث عن مستويات 2007 بعد التدخلات كانت من البنك الصيني الشعبي، إذا هل تتوقعين استمرار أيضا في حالة اليوان الصيني؟ يعني بالنسبة لليوان الصيني فهو شهد تراجعات قوية حتى وصل إلى أدنى مستوياته منذ 15 عام مقابل الدولار الأمريكي، وهذا لسبب العديد من الأسباب. أولا بنك الصيني الشعبي كان يعني لا يسرع وتيرة التشديد النقدي، أغلب الأوقات يبقى على يعني معدلات الفائدة دون تغيير، بالإضافة إلى طبعا استمرار سلبية البيانات أو البيانات المخيبة للأمال، فبالرغم من تحسن معدلات الناتج المحلي أو معدلات نمو الاقتصاد الصيني
ولكن طبعا مبيعات التجزئة الاستثمارات كل تلك المؤشرات تؤكد على استمرار معاناة الاقتصاد الصيني. أيضا علينا الوضع بأن علينا الاعتبار أن مخاوف تفشي فيروس كورونا التي عادت لتسيطر على الأجواء من جديد في الصين تسبب في استمرار الضغط واستمرار حالة العزوف عن المخاطرة بالنسبة للاقتصاد الصيني، وبالتالي نحن الآن أمام استمرار ضغوطات قوية للاقتصاد الصيني قد تتسبب في لجوء الحكومة وبنك الصين الشعبي لتغيير سياسته النقدية وسياسته المالية وتبني سياسات أخرى تدعم يعني تعافي اليوان الصيني، على الرغم من أن طبعا يعني ضعف اليوان الصيني يشجع الصادرات، ولكن انهيارات أو استمرار تراجع اليوان الصيني بتلك الوتيرة تتسبب بالعكس أو بنتائج عكسية وارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة طبعا. نعم أمان، يعني لاحظنا أيضا من الملفت كان في الأسواق تدخل البنك المركزي الياباني يعني لتخفيف من حدة التراجعات في أسعار الين مقابل الدولار وإبقائه دون مستويات 150 ين للدولار الواحد. إذن يعني حالة التذبذبات في أسعار الين الياباني هل ستبقى حتى نهاية تعاملات هذا الشهر؟ عانى الين الياباني من تقلبات قوية، ففي الوقت الذي وصل فيه الأدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي عند 150 ين لكل دولار، بدأ بنك اليابان والحكومة تتدخل من جديد للثاني مرة على التوالي خلال شهر واحد بإجمالي 50 مليار دولار تم بيعها في الأسواق في محاولة للسيطرة على انهيارات الين الياباني. أيضا الحكومة أكدت على أن بالرغم من أن تراجع الين الياباني وانخفاض قيمته قد يدعم يعني نوعا ما الاقتصاد الياباني، ولكن انهياره بتلك الطريقة وتحركه في اتجاه واحد يتسبب في ارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة وقد يكون له نتائج طبعا عكسية. الآن مع التدخل الثاني لبنك اليابان والحكومة عاد الين الياباني ليتداول بالقرب من مستويات 143 ين لكل دولار، ولكن نترقب خلال نهاية هذا الأسبوع قرار جديد لبنك اليابان، وأغلب التوقعات تدعم استمراره في الفائدة السلبية واستمرار السياسة النقدية التوسعية مع استمرار ضعف معدلات التضخم، وبالتالي فاستمرار تلك السياسة قد يتسبب في عودة الضغوطات على الين من جديد. فحتى بالرغم من تلك التدخلات ولكن استمرار تلك السياسة استمرار الفايدة السلبية تضغط على أداء الين على المدى البعيد. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على هذه التفاصيل.